حول موضوع استهداف التظاهرات وتصاعد اغتيال ناشطيها، ينضم إلينا عبر الهاتف مقرر القسم السياسي بالهيئة الدكتور بهيئة علماء المسلمين الدكتور ثامر العلواني. دكتور، بداية أهلا بك، بما تفسرون ازدياد هذا العنف المفرط ضد الحراك الشعبي والنشطاء على وجه الخصوص؟ حياكم الله أخي الكريم. لا شك أن المظاهرات المطالبة بإسقاط الحكومة والنظام السياسي في العراق التي بدأت منذ تشرين الماضي سعت السلطة بكل قواتها وبكل فصائل الميليشيات المسلحة التابعة للحكومة إلى وئد هذه التظاهرات، ولكنها فشلت فشلا ذريعا على مدار أشهر ما يقرب من سنة. المظاهرات مستمرة في العراق لإسقاط الأحزاب جميعها الفاسد، ولكن لم تنجح هذه السلطة في وئد المتظاهرين أو إنهاء التظاهرات رغم الظروف الصعبة التي يمر بها المتظاهرون، سواء من الهجوم الميليشياوي المستمر، سواء من الاعتقالات، سواء من اغتيال الناشطين. مع كل هذه ويضاف إلى ذلك أيضا انتشار فيروس كورونا وتفشيه في العراق، لم يمنع المتظاهرون من الاستمرار في تحقيق مطالبهم في إسقاط النظام والعملية السياسية الطائفية الموجودة في العراق. نعم دكتور ثامر، منذ بداية ثورة تشرين تزايدت وتيرة استهداف النشطاء سواء بالاعتقال أو الاغتيال، ورغم تغير الحكومات وتبدل وزراء الداخلية إلا أن الأمر لم يتغير. ما هي الأسباب التي تقف وراء ذلك باعتقادكم؟ لا شك أن الأمور لم تتغير ولن تتغير في ظل وجود العملية السياسية التي هي تغير في بعض الأحيان بعض الأشخاص، تغير وجوه العملية السياسية أو الحكومة، ولكن المنهج الذي تستمر عليه هذه الحكومة منذ أكثر من 16 أو 17 سنة هو نفس المنهج، هو محاولة المضي في هذه العملية السياسية التي لم يجني العراقيون منها إلا المآسي، إلا الآلام، إلا تدني الأوضاع المعيشية، إلا تدني في كل مجالات الحياة، البنى التحتية، الصحة، التعليم. كل هذه تشير إلى أن هذه الحكومة فاشلة ولا يمكن لها أن تحقق شيئا للعراقيين في ظل العملية السياسية التي تدعمها أو أسستها أمريكا وإيران. ولذلك لا يمكن أن يغير لا الكاظمي ولا غيره، بل هم من يسعون بشدة إلى إنهاء التظاهرات الساعية إلى إسقاطهم. نعم. هي أيضا دكتور ثامر، جاء في بيان هيئة علماء المسلمين أن حكومة الكاظمي هي من يوفر الغطاء لقتلة الناشطين، لكن الرجل في كل مرة يتعهد بحماية المتظاهرين وملاحقة قتلتهم، كيف ترد على ذلك؟ من خلال المعطيات الموجودة على الأرض، من خلال الهجوم على ساحة الحبوبي، من خلال اغتيال الناشطين باستمرار، عشرات الناشطين قتلوا في حكومة الكاظمي على مدار الأشهر الماضية القليلة، ولم نرى أي تحرك من الكاظمي في تحقيق العدالة، في تحقيق الإلقاء القبض على هؤلاء المجرمين، مع أنهم معلومون، سواء معلومون شخصيا عند المتظاهرين بالشهود العيان، سواء معلومون أيضا بالتصريحات التي يطلقونها أمام شاشات التلفزيون بكل وقاحة وبكل إرهاب للمتظاهرين. هؤلاء يصرحون جهارا نهارا أنهم المسؤولون، ولكن في الحقيقة نجد أن الكاظمي يحاكم الأبرياء، يستمر في سجن الأبرياء، يستمر في اعتقال المتظاهرين، يستمر في تغييب المتظاهرين، ولم نرى لحد الآن أي شخص مسؤول عن اغتيال أو تغييب المتظاهرين والناشطين يقدم إلى العدالة ويحاكم وفق العدالة الناجزة. نعم دكتور ثامر، إذا كان الهدف من هذه الاغتيالات إسكات من أفلت منها، في المقابل نرى أن موقف الثوار في الناصرية كما رأيت أمس لا يزال ثابتا على الفكرة الثورية رغم تطور أدوات مواجهة الناشطين واستخدام المفخخات ضدهم. باعتقادكم هل ينبئ هذا التصرف برأيك إلى وصول القوات الحكومية والميليشيات والأحزاب الطائفية من ورائهم؟ هل وصلوا إلى أهدافهم وهي قمع الثورة مثلا؟ بلا شك أنه لم يصلوا ولن يصلوا إن شاء الله إلى أهدافهم في إنهاء التظاهرات السلمية. نحن على مدار سنة تقريبا مشرفون على السنوية، ذكرى السنة كاملة على انطلاق هذه المظاهرات
مظاهرات تشرين ومرور المتظاهرون بمجازر كبيرة سواء في التحرير سواء في الناصرية سواء في كربلاء أشد من استهداف الناشطين، يعني ارتكبت مجازر في حق المتظاهرين، عشرات المتظاهرين قتلوا، واستهداف لم يتوقف على مدار الأشهر الماضية، ولم يمنع المتظاهرين في المضي قدما في المطالبة بتحقيق أهدافهم، وما رأيناه يوم أمس من احتجاجات في الناصرية وعبروا عنها المتظاهرون بإحراق المقرات الحزبية التي لها أذرع ميليشياوية تسببت في إيذاء المتظاهرين وقتلهم، يدل ذلك بوضوح على أن المظاهرات إن شاء الله ماضية قدما في تحقيق مطالبها، خصوصا نحن على مرور ذكرى سنة كاملة على هذه التظاهرات، مما يدل ويشير على أن هناك تطور ملحوظ عند المتظاهرين في تحقيق مطالبهم. مقرر القسم السياسي بهيئة علماء المسلمين دكتور ثامر العلواني، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.